جهزوا اطلبوا. شنو عنوانه؟ اطلبوا ولا تترددوا. انا اناغم طال المنتخب. الفحوة ما العمود. انا قبل احكي لك عن الفحوة باللي القنوات تقرأ الاخ حسام حسن يعني الصحف فده يقرونه وده يبكون يعني. ف اي واحد يقرا يبكي. فكان الفحوه مال المؤثر. اي هسه احكي لك الفحوه. الفحوه انه احنا كنا بحاله من الانهيار بغداد ترو. الوضع صعب صعب وهذا الموضوع. فقلت انه اطلبوا ولا تترددوا بطريقه خلينا احكي لك اياها بالعاميه. قلت لهم اطلبوا من عندنا نجيكم للحدود نحميكم نوصلكم لاهلكم سالمين حتى لا يصير بيكم مثل ما صار أبطال التايكواندو صار بوقت. قلت لهم قلونا كان حضركم سيارة مكشوفة نفتر بها بغداد لأن بغداد صارت مدينة أشباح بلكي ترجع نروح بيكم. المهم عيونك دمعت. ايه لحد الآن مأثر بيك هذا العمود يعني فعلا كانت الوضعية تستحق أنه واحد يكتب و... ايه قلت لهم من يسجلون هدف قلونا احنا خلينا نسجل هدف السلام بيناتنا نتعانق مو تعانقون كردي وسني وشيعي. فما اتت والحمد لله والشكر انتهت الفتنة والطائفية وان شاء الله ما تعود. هذا العمود. فهذا العمود من قرون كذا وجه تكريم من جهات عليا للجريده باعتباري نشرتها انا. ما فالدكتور ابراهيم باعلوم قال له السيد محمود قال له اذا ممكن نقدر يلزم القسم الرياضي انا بعد يعني دخلت القسم الرياضي الحمد لله والشكر توفقت قدرت ان اسمي ان يكون ممتاز بعالم الصحافه. وماذا عن الاعلام حمزه؟ الاعلام شلون دخلت للاعلام؟ يعني الاعلام الجريدة بالمناسبة فرعين منها. فقناة الاتجاه يعني أسسوا القناة وبدأوا يأسسون. فكان عندي صديقي